اهلا بكم في فيديو جديد من قبل ما تشتري. الفيديوهات دي احنا بنتكلم فيها عن البرفانات قبل ما سيادتك تنزل تجيبها وانت مش عارف عنها اي حاجة في اي حاجة وتلبس فيها في الاخر وتقول يا ريت اللي جرى مكان. فيديو النهاردة هنتكلم فيه عن برفان جديد نزل السنة دي اسمه ارميز H24 من شركة ارميز. طبعا البرفان ده عمل ضجة جامدة، البرفان ده كل الناس بتتكلم عنه، عمل يعني هرج ومرج في السوق. فايه الحكاية وايه الوضع فيه بالظبط؟ انا جربته مؤخرا وحان الوقت ان انا اتكلم عنه. هنتكلم عنه بالتفصيل في الدقايق الجاية، بس الاول يا ريت لو مش عامل سبسكرايب تديني واحدة سبسكرايب واكتب لي في كومنتات لو عندك اي برفانات عايزني اتكلم عنها او اعمل لها ريفيو، او في برفانين عايزني اقارنهم ببعض وتشوف مين فيهم الافضل، او انصحك انك تجيب مين فيهم دلوقتي. برضو الخنفاري بقى على الانستجرام والخنفاري بقى ليه ويب سايت، هسيب لك كل حاجة تحت في الديسكريبشن. انزل ودعبس والعب وعيش حياتك وشوف اللي يناسبك، ويلا بينا نبتدي الفيديو. نبتدي فيديو النهاردة مع ارميز H24 مع اول حاجة لما بنتكلم على البرفانات الا وهي الريحة. انت بتاخد ايه من البرفان ده كريحة؟ يعني انت بتاخد برفان محترم جدا من شركة محترمة جدا، ريحته جميلة جدا. ايه رأيك في الكلام ده؟ كلام متزوق قوي. لا نخش بالتفصيل شوية. البرفان ده ريحته سينسيتك، البرفان ده ريحته مش طبيعية قوي ولكن معمولة باحترافية جديدة. ريحته ميتاليك وفريش اروماتيك، يعني هو البرفان يصنف ان هو فريشي، او يعني برفان فريش منعش واروماتيك شوية، في شوية يعني اروما ما اعرفش اسمها ايه بس اروما، وتحس ان هو مش طبيعي، تحس ان هو سينسيتيك. بس بشكل عام ارميز من الماركات المحترمة قوي اللي ما بتخيبش خالص في الجودة. فجودة البرفان ده جودة جميلة جدا، البرفان معمول باحترافية شديدة، ريحته جميلة قوي قوي قوي، ولكن ما اقدرش اقولك ان هو مرضي لكل الناس، ما اقدرش اقولك ان هو ماس ابيلينج لدرجة 100%، لا هو ماس ابيلينج بدرجة 90%، لان مش كل الناس اللي جربت البرفان ده اعجبت بيه، ومش كل الناس اللي جابته هي مش عارفاه يعني ايه خلته. يعني انا ملاحظ ان اليومين دول في كتير جدا على اي باي بيبيعوا البرفان ده تاني، جابوه وهم مش عارفينه وفتحوا الازازة وجربوه ما طلعش الستايل بتاعهم فبيبيعوه تاني. فالبرفان ده مقدرش اقولك ان هو هيبقى 100% مرضي لكل الاذواق، وانا متفهم كده لان انت من ماركة ارميز بتتوقع دايما البرفانات بتبقى الجودة بتاعتها طبيعية مش صناعية، ولكن ده برفان صناعي ولكن حقيقي معمول باحترافية شديدة قوي وريحته فوق الرائعة على الاقل بالنسبة لي. فلو انت عايز تصدق الهايب اللي موجود حوالين او الهايلمان او الضجة اللي معمولة حوالين البرفان ده وتجيبه وانت مش عارفه، انا ما انصحكش بكده. انا عمري ما انصح ان انت تجيب برفان وانت مش عارفه، ولكن لو عايز تجيبه وانت مش عارفه حط في اعتبارك ان في نسبة لا بأس بها ان انت ممكن برضو ما تعجبش بريحة البرفان ده وتقول لا انا مش عايزه، فدي حاجة حطها في اعتبارك. ولكن بشكل عام يعني لو هنتكلم على الاحتمالية، احتمالية ان انت تحب البرفان ده عالية جدا فوق 90%، والبرفان بيدي لك ريحة جميلة جدا، ريحة منعشة وريحة مختلفة شوية عن الباقي. فده من الحاجات الجميلة جدا 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 اللي هم قدموها، وده احدث اصدار ليهم. هل هو افضل ولا تريد ارمز؟ انا هبقى اقارن الاثنين دول مع بعض، بس هما الاثنين ممكن اقول ستايلين مختلفين شويه. بس ال H24 يعني من البرفانات البروميسنج، من البرفانات الواعده اللي ممكن لو الناس تاقلمت معاها شويه هيكتسح السوق اكتساح في الشهور الجايه. نروح لتاني نقطه مع البرفان ده تعرفها عنه قبل ما تقرر انك تجيبه، الا وهي نقطه الفيرسيتيليتي او تعدديه الاستخدام. تستخدم البرفان ده امتى وفين وازاي، وهل هو متعدد الاستخدامات ولا لا؟ البرفان ده بشكل عام هو برفان مناسب لفصول الصيف والربيع، يعني هو مناسب للاجواء الحر شويه او الاجواء المعتدله. مش معنى كده ان انت ما ينفعش تستخدمه في الشتاء، بس هو مش انسب حاجه للاستخدام في الشتاء، يعني في حاجات تانية بتبقى مناسبه اكتر منه في الشتاء. ولكن البرفان ده هو مناسب قوي زي ما قلت لك لاجواء الحر او الاجواء المعتدله، من البرفانات اللي يعني اللي هتلاقيها متعدده الاستخدامات بدرجه كبيره قوي خصوصا على مدار اليوم. يعني البرفان ده ما انصحكش ان انت تستخدمه في وقت الليل، انصحك ان انت تستخدمه كبرفان نهاري. يعني البرفان ده تستخدمه وانت نازل الشغل، برفان تستخدمه وانت نازل مع اصحابك مثلا الصبح، لو انت نازل تقضي مشاويرك الصبح، لو انت رايح اي حاجه الصبح في وضح النهار يبقى البرفان ده مناسب جدا ليك. مش مناسب قوي للاجواء الليليه، مع طبعا ممكن تستخدمه انت حر، ممكن تستخدمه اي وقت واي مكان انت عايزه، بس هو مش مناسب قوي او ما بيبقاش احسن حاجه للاستخدامات الليليه، وما بيبقاش احسن حاجه للاجواء البارده. يعني البرفان ده ممكن حتى تستخدمه في فصل الخريف لو الدنيا ايه مياله للحر شويه او مياله للدفى شويه. فهو برفان مناسب قوي للاجواء الدافيه، وهو مناسب قوي للاستخدامات النهاريه. يعني لو انت نازل اي حاجه الصبح حط البرفان ده، هيقضي معاك الغرض بنجاح وهتبقى زي الفل وهتحس ان انت يعني ايه برنس زمانك. فمن ناحيه تعدديه الاستخدام بصراحه البرفان بيدي لك فلكسبيليتي عاليه، بيدي لك فلكسبيليتي ان انت تستخدمه في مواقف واوقات كتير قوي، ممكن تستخدمه برده كبرفان بروفيشنال للانترفيوهات او الشغل. من الحاجات الكويسه قوي اللي يعتمد عليها، اللي هتحس ان هو فعلا ما يخذلكش اطلاقا في اي حاجه تحطها فيه.
نروح لنقطة تانية مع البرفان ده، نقطة بتهم ناس كتير ألا وهي نقطة عامل إطراءات السيدات. البرفان ده عامل إيه مع الستات؟ بيعمل معاهم شغل ولا لأ؟ وهنا الإجابة باختصار، البرفان ده مجنن الستات بصراحة. البرفان ده من ساعة ما نزل وهو عامل قلبانة جامدة قوي مع الستات، يعني في ما تفهمش فيه إيه، بيديلك إحساس إن أنت برنس زمانك، بيديلك إحساس إن أنت كازانوفا، ما تفهمش فيه إيه. يعني هو البرفان بسيط، البرفان البريك داون بتاعه بسيط جدا، مش معقد ولا حاجة، بس من البرفانات اللي السمبليسيتي بتاعته أو البساطة بتاعته بتشتغل بشكل كويس قوي مع الستات. البرفان ده فعلا في خلال أسبوع ولا حاجة بيجيلك منه كم إطراءات رهيب أنت لا تتصوره، مش فاهم فيه إيه، هل في مركب كيميائي، هل في حاجة محطوطة فيه، مش عارف، لسه هقعد أفحفر ورا الموضوع ده. بس البرفان ده يعني بالوضع حالي واضح ان هو في خلال الاسابيع الجايه او في خلال الشهور الجايه هيبقى من التوب 10 البرفانات اللي بتجيب اطراءات. يعني البرفان ده فعلا فاق كل التوقعات، مجنن الناس، مجنن الستات بشكل عام. فلو انت نازل تحطه وانت يعني مثلا رايح ديت ولا حاجه، او رايح تقابل واحده وحاطط البرفان ده، يعني بصراحة حاجة انت لا تتوقع ايه اللي هيحصل. البرفان فعلا بيجيب لك اطراءات فوق الوصف. نروح لنقطة تانية بقى مهمة مع البرفان ده، ودي نقطة لازم نتوقف عندها شوية، الا وهي نقطة الاداء. وهنا لازم نقف ونتكلم باستفاضة، لان البرفان ده هي دي نقطة ضعفه. ونقطة ضعفه انا مش بتكلم على الثبات، الثبات بتاعه بشكل عام ثبات كويس، يعني ثباته فوق 8 ساعات مستريح، وده شيء كويس بالنسبة للبرفانات اليومين دول، مع انك برضه تتوقع اكتر من كده. يعني اللونجيفيتي انت تتوقع في البرفان في السعر ده بالذات ومن ماركة ارميز انت تتوقع فوق 10 ساعات، ولكن هو بيدي لك فوق 8 ساعات. ماشي، مش مشكلة، كويس، 8 ساعات يكفوك في اي يوم واي موقف. انما المشكلة معاه هو الفواحان، الفواحان بتاعه مش اقوى حاجة، يعني انت بتحس ان البرفان ايه، مكتوم شوية. فالفواحان بتاعه ممكن اقول لك ان هو بيبقى فواحه وبيعمل بابل حواليك يعني بقطر مثلا نص متر ولا حاجه، فدي مش كفايه لمعظم الناس، او مش هتبقى مرضيه لمعظم الناس. في ناس بتحب البرفان بتاعها يبقى فواح اكتر من كده بكتير، فدي حاجه ترجع لك انت ولذوقك الشخصي. بس من ناحيه الاداء البرفان ده ممكن اقول ان هو مش هيبقى مرضي لكل الناس، وما انصحكش ان انت تجيبه وانت مش عارف، وما انصحكش ان انت تجيبه وانت مجربه قبل كده، خصوصا في حته الثبات والفواحان. يعني الثبات بتاعه انا اضمن ان هو ممكن كل الناس تبقى معجبة بالثبات، انما الفواحان بتاعه مش هيبقى مرضي لكل الناس بصراحة، لان ارميز انت تتوقع منهم اكتر من كده شوية، خصوصا في حتة الفواحان. فده رأيي في حتة الاداء بشكل عام، ودي حاجة ترجع لك انت وذوقك الشخصي ولتوقعاتك من البرفان ده، هتاخد منه ايه من حتة الاداء. نروح لاخر حاجة خالص مع البرفان ده، الا وهي نقطة السعر، وهل انصحك انك تجيبه ولا لا. سعر البرفان ده ال100 ملي تقريبا بحوالي $100، فيعني البرفان لسه نازل جديد، لسه غالي، لسه سعره شادت حيله، ما انصحكش ان انت تجيبه اليومين دول. انا انصحك ان انت تجرب البرفان ده، طبعا انصحك ان انت تحطه في اعتبارك، ولكن اتقل عليه شوية كده، اديله شوية، اديله كام اسبوع، اديله كام شهر، وبعد كده ابتدي ان انت ايه هاته، خصوصا ان احنا داخلين دلوقتي على الشتاء، والبرفان ده ما اقدرش اقول لك ان هو برفان شتوي، وهي هو برفان مناسب اكتر لفصل الصيف او الربيع. فانت ممكن تستنى لغايه اخر الشتاء لما الربيع يبتدي يدخل تاني، وتحاول ان انت تجيب البرفان ده، اكيد سعره هيكون قل شويه. فبشكل عام هل انصحك انك تجيبه ولا لا؟ انا نصيحتي ليك ان هو برفان واعد جدا، برفان من البرفانات المميزه الجميله جدا، اللي انا يعني متوقع ان انا في المستقبل هحطها في لسته التوب 10 كتير، بس من مش في الوقت الحالي، لانه سعره لسه غالي، والبروجكشن بتاعه او الفواحان بتاعه مش هيبقى مرضي لكل الناس. طبعا دي حاجه ترجع لك، يعني قيم انت الموضوع برايك انت، وانزل جربه وشوف هيناسبك ولا لا، وده كان رايي فيه. يا ريت تكتبوا لي تحت في الكومنتات ايه رايكم في البرفان ده للناس اللي جربته، هل تنصح الناس ان هم يجيبوه ولا لا، وهل تنصحهم ان هم يجيبوه هم مش عارفين ولا لا، ونتناقش اكتر في الموضوع ده.